سلام، انا علي. مقطع جديد، شلونكم شباب؟ اليوم عندنا لعبه جديده اسمها ديت هيتس. طبعا اللعبه اونلاين حاليا، هذا واحد دخل وياي. طبعا هاي التشغيله الاولى، طبعا شغلتها بس اتاكدت ان هي تشتغل وطفت، قلت خلاص اسجل عليها. طبعا هسه جتني النسخه التجريبيه هاي. طبعا هاي النسخه التجريبيه بقى هنا حاليا، هو نقدر نلعب اثنين حاليا. هذا ما اعرف مين مكتوب عليه جيست، يعني ضيف. طبعا اكو ذا ارينا، اكو ما ادري شنو ايش مكتوبه، ما ادري. اكو الشوتينج رينج، واكو الميليلي ارينا، ما ادري شنو. المهم طبعا هنا اختبار بقى، هنا يلعبون حيل داخلين هواية. طبعا اللعبة منظور الشخص الاول، لعبة جديدة حديثة نزلت على الاندرويد والايفون. طبعا بقى هنا منظور الشخص الاول، هنا حاليا تدريب شوي. خلينا نجرب. لا لا لا، ما ادري شلون تحكمه شوية. بالله ما اعرف، لازم من ترمي تحرك. هاي اللعبة تقريبا، بس هي اونلاين. دقيقة، بيها هواي شغلات، بيها القنابل، القنبلة. عندك هذا شنو هذا؟ بومبوكشن. هاي بومبوكشن الشاتجن، بس هاي ما تفيد من بعيد. هنا تدريب حاليا، هذا تدريب. طبعا هنا هذول كلهم اونلاين يلعبون، باع كلهم مكتوب عليهم جيست رقم هالقد. مثلا هذا جيست 18306، ذاك 55، يعني هسه كنا هيك نفس الاسم شوي لاك، لان هاي النسخة التجريبية. بس صراحة يعني الالوان والرسومات مالتها عباقدة تلعب God of War. يعني الرسومات حلوة مسوية. طبعا هنا بيها هواي شغلات حاليا، هاي كلها تدريب دي يعلمك. هنا حاليا كلها تدريب، هاي البداية مال اللعبة، يعني لعبة تجريبية حاليا، نسخة تجريبية. طبعا هنا هاي ذا ارينا، يمكن اي الحلبة. هنا طبعا لعبت بس هاي، يعني تشيت راح تلقي وحوش. هنا تشيت راح نلقي وحوش حيتشيتون علينا، اللي علينا انا وصاحبي هذا نقتلهم. وفضائيين، لعبة فضائية. بس صراحة شفت عليها فيديوهات على ايفون، حاليا انا على جهاز الاندرويد النوت 3. ف وحوش فضائيين بابا، حاليا شوية لاق اكيد بابا. اللعبة يعني غريبة نوعا ما، غريبة بس كالوان. هاي اللعبة كلش حلوة. الاونلاين مالتها انا عجبني على الايفون، شفتها قنوات على اجهزة الايفون. انفجر بقى عناكب وعمالقة. طبعا الاونلاين مالتها تقاتل ضد الجنود العاديين، فشي حلو. طبعا عندي السلاح لا خل اجرب. والله اونلاين طبعا نزلت، اعرف نزلت نوفا ليكس، مدري ليجاسي، النسخة الجديدة مال نوفا نزلت، بس ما راح تشتغل هسه حاليا، وغير متوفرة وما تتوافق ويا الجهاز وما ادري شنو. بعلاق صار بيها لاق هنا، فراح اطلع منها. هي نسخة تجريبية. همين جات السكين، بقى السكين حلوة، حلو. سيف فضائي، هذا السيف الفضائي السورد. طبعا حلو يطلع المنظور الشخص الثالث، اعتقد هذا يسموه قاتلهم بالسيف، بها طاقة. اللعبة ان شاء الله حلوة حصير. باو هنا اورا الشاشة تستخدم وياهم. هيد شوت. فحاليا هذا كله مثل التدريب، يعني مو مهمات. خل اطلع منه، خلفني، خل اجرب غير طاور. اعتقد الاصفر، ما اعرف يعني شنو هاي انفكتد سم شيء، ما اعرف شنو. خلينا نجرب بقتل اونلاين. يلا بيتحول هنا، صار وحش. يعني اللعبة بيصير وحش او تلعب كجندي. اكو هواي العاب هيجي، بس هاي اللعبة حديثة بقى. هنا شكل الوحش، طبعا اللعبة متعوب عليها بشكل مو طبيعي من ناحية الرسومات والاصوات. بس حاليا هذا تدريب، مثل ما قلنا تدريب. يعني بالاونلاين يمكن تلعب هم تقدر كوحش او كجنود، او تختار طور بين الوحش والجنود. حلو، هذا شفناه حلو، منظر حلو، المنظر باللعبة كلش حلو.
اوكي خلينا نجرب. طبعا بها اونلاين المفروض. سنتر بروسيسنج ماشين. ايش دخل فوت الى المطار الى ما ادري وين حنسافر الى المجهول. دشفون جوا مكتوب، دشفون لي جوا مكتوب بيته. اوه تغير الاسم هنا، اعتقد الاونلاين وصلنا هنا. حلو تقدر تغير الصورة، تحط من الكاميرا او اللايبرري اللي هي المكتبة او كنسل. فاحنا نقول من فوتو لايبرري. جميل اختاريت الصورة والاسم، الاسم ما يريد بي شخطة. اوكي يعني شخطها، يقول له اوكي. حلو ها هي القائمة الرئيسية للعبة. الصراحة شباب اللعبة انا اشوفها يعني حماسية. اوكي خلنا نشوف هنا شدنا كلان، بها كلانات. حلو هاي البداية. قائمة الاصدقاء البلاي. هنا عندك الانفينيتي، ما ادري شنو هاي مال انفينيتري اللي هي الادوات اللي تاخذها يعني الحقيبه. بيها الشوب بيها بعض، مطيك هوايه فلوس حتى تقدر تجرب الاسلحه. مثلا مسدس ب 20، اقول له باي 1 كارد او باي 2 كارد. اوكي صار عندي 2، المفروض هذا مسدس صار عندي. اكونت اللي هي المعلومات، بالنجمه المعلومات. اوكي خلينا نقول له بلاي. هنا شدنا عندنا المالتي بلاير والسنجل بلاير. اوكي مالتي بلاير. الاول وحده على اليسار ما يهين مدري شنو مال الوحوش. تيم ديت ماتش حاليا ولا واحد يلعب. وهاي مال شنو المونترو ما اعرف، يمكن هاي الكلمه مال خالدون. انفيكسد مالو عارف الانجليزية مالتي مضبوطة، اعرف طبعا لازم اكل وعيب حاليا يمكن ماكو. اوكي بعد البحث الطويل لقينا واحد، والخارطة تغيرت كان الصحراء صارت دنيا ليل ما اعرف شنو. حاليا هذا اونلاين. يلا يس جو، خلينا نشوف الفايت مالتنا شلون. طبعا هاي الفيديوهات شفت على الايفون وهاي لعبوها اونلاين تجريبية. ها شنو؟ هذا راسي كتني اعرف. نوفا 3 مدري 4 نزلت، نوفا 4 بس مو كلش حلوة يعني ما احسها حلوة. طبعا تقدر تقاتل بالسيف همين ويو، بس خلي لك فوينه وينه. اجي اجي ذاك هو بالغرفة الامامية. خلي افتر لي حيجي منا طبعا. وذاك هو شنو هاي بطلقة واحدة متت. هذا الشان سلاح، شنو هذا السلاح؟ اوكي خلينا نجرب هذا السلاح. اي خلينا ندخل اونلاين مره ثانيه. تيم ديت مارش يلا عمود انهي المقطع. جوي صاروا اربعه، صرنا اربعه. اوكي 2 فيرسس 2 2 2 فيرسس 2 يعني 2 ضد 2. اوكي وانا الحبيب كان وياي فلت عافني وحدي. عشان هذا حلبه كبيره، حلبة كبيرة. والحلو السيف انه تقاتل بيه يطلع شخصية يعني حلو التصميم مال اللعبة حلو. شنو بالشايل هذا؟ هم دي يشيلون اسلحة اقوى من عندي، ما اعرف شلون دي يجيبوها. بابا يغني انتظر. ادري كلهم ضدي. تموت ابن الكلب. واخيرا قتلنا واحد، واخيرا. هياتني يا ملعون. هاك هاي القنبلة، هاك هاي خذ. شوية تحكمه يعني تحسه تعبان. هاك تشيتوا علي اثنيناتهم، ما تقولوا ايش فيكم؟ يابا منو انا حتى بتشيتين عليه؟ لان انا عراقي يعني معقوله. ما ادري كومبات بان قاتل واحد وميت 8 مرات.
عمل وياي طلع صفر هذا الاكسينا ما ادري شو اسمه ماكو اثنينات بشيت عليه ما افتهمت شكو يعني صراحة اللعبة حلوة وممتعة بس التحكم حاليا دا اشوفها صعب دا اشوفها صعب والكنترول فيري هارد فيري فيري هارد عندك الاسلحة الشوب اللي طبعا بيها هواي شغلات ما اعرف رادنا هواي هواي سوالف رادنا وقت هواي حتى اشوفه هواي بس انا قررت اجربها راسا بعد اي لعبة جديدة انزل اجربها قدامكم ما اقعد العبها وبعدين اصور عليها عرفت شلون؟ فهنا الرسائل الاصدقاء اوه انت صديق اكسبت هذا طلب صداقتي هلا بيك احتمال عرفني احتمال عربي ما اعرف شنو هذا تيدو مانجمنت مدري شنو اسمه المهم فحلوه اللعبه بيها واشياء بيها مال وحوش بيها طور ما شنو ما ادري الفيديو صار اكثر من 50 دقيقه المهم شباب لعبه ديت هيتس جديدة على أجهزة الأندرويد والآي أو إس حاليا أنا ما أقدر أرفع اللعبة بها السنجل بلاير بها هم يعني المهمات بعض المهمات بها هواية طبعا بها مهمات هواية نسوي عليها فيديوهات بعدين إذا إلى هنا نهاية المقطع كان معكم علي العراقي واللعبة قريبا تحياتي.